هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية، هنأ جموع المصريين بالذكرى 11 للثورة 25 من يناير المجيدة، مؤكدا أنها تمثل يوما فارقا في الذاكرة الوطنية. كما أرسل رئيس الأساقفة برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الباسلة، لافتا إلى أن رجال الشرطة ما زالوا يضحون بأرواحهم من أجل الأمن والاستقرار في حربهم ضد الإرهاب.